خاطرة تروح من اللاعب إدمار البرازيلي إلى ركلة مرمى لفريق نادي الرمث. شوف ثاني تهديد مباشر في شوط المباراة الثاني لفريق 17 أو أقل من 17 دقيقة تفصلنا على النهاية والتعادل لا يصل آخر دقيقة من عمر المباراة. الطاقة الصفراء الخامسة جيلسني سيطر على الكرة بشكل جميل، ملعوبة إلى إدمار، إلى عدي جفال، عمار زكور، عمار يلعب إلى إدمار، إدمار يتوغل بالكرة الآن، كرة عند اللاعب عدي، يصبح رصيد الرمث الآن 6 نقاط و إبراهيم علاه رمية جانبية، رمية جانبية سريعة لمصلحة الشرطة السوري، تمريرة من جانب إدمار، مرور ممتاز من جيلسون يمرر الكرة، الكرة أحمد ومرت سليمة على مرمى الشرطة، يبعد الكرة